السلام عليكم. هذا الفيديو راح احكي عن مسلسل البروفيسور الجديده واللي هي The Head. المسلسل هذا الشيء الحلو فيها انه الجامعه هواي من الممثلين المعروفين على مستوى بلدهم، بس بين كل هذول الممثلين المعروفين اشهر واحد بيهم اللي هو الممثل الاسباني الفارو مورتي، البروفيسور بمسلسل البروفيسور لكاسا دي بابيل. فحتى اكثر المواقع اللي نزلوا واللي يحكون عن مسلسله، الشيء الاول اللي خلوه بالوجه واللي هو صوره الممثل هذا على مود يجذب المشاهدين اكثر، وصدق على المنصات، على المنصه اللي تعرض المسلسله هو جابت لهم مشاهده على الحلقه الاولى بمختلف انحاء العالم يعني. وهم سبب ثاني انه الممثلين المعروفين كل واحد على بلده هم له جمهور خاص وزادوا عدد المشاهدين، لكن مو مثل الممثل الاسباني الفارو مورتي. مبدئيا المسلسل الحلوه، الحلقه الاولى مالتها عجبتني، هيك اجواء البرد والثلوج وفد يعني، مو هو ممثلين ولا دو خايف، هم مجموعه قليله وبسيطه تصير بيناتهم قصه حلوه. فهي القصه عن محطه دوليه بقاره انتاركتيكا او معروفه بالقطب الشمالي. هذول الفريق اللي يقون بالمحطه ان تمضي 6 اشهر، او هي القصه دي يعني القصه الاساسيه للمسلسل، بعد 6 اشهر المجموعة الصيفية يرجعون، يعني لهم فترة 6 شهور انه هي عطلتهم، يروحون يسافرون او هم يعني الاجازة مالتهم. فالمجموعة اللي يبقون اللي هم شغلهم بهذا الوقت او 6 اشهر القادمة اللي هم المجموعة الشتوية، هذول اللي من ضمن المجموعة الشتوية وهذا وهاي وهذول هم الاثنين. اما هذا فيجيهم بعد العطلة اللي يقضاها بالفترة الصيفية يرجع لهم. بس من يرجع هذا والفريق الصيفي لشغلهم بالفترة الشتوية راح ينصدمون كلهم باللي صاير بهذا الوقت. انا عن نفسي هالحركة ما عجبتني، انه بينوا كل الاشخاص الميتين من الحلقة الاولى، بس عرفنا انه شخصية واحدة اللي نجت، يعني باقي الشخصيات كلهم ميتين عدا بس 2 مفقودين. وهذا الشيء لو مخلينا يعني نعرفه بالحلقات يكون شيء احلى، يعني انتوا رأسا خليتونا اياهم ميتين وعرفنا من المات يعني، ف بس راح اريد ان نعرف انه من اللي قتلهم لا اكثر. يعني لو مخلينا يستكشفون كل حلقة يموت واحد وكل حلقة يلقون جثة واحد، هذا الشيء كان افضل بدل ما انه خليتهم كلهم سوا وشفتوهم. يعني لو مخليهم حلقة عن حلقة كل واحد يكشفوه من اللي مات، هذا الشيء يكون افضل. بالمناسبة بس انتبهت على شيء، انه لابسين هذا الاحمر نفس مال لاكاسا دي بابيل او مسلسل البروفيسور، وهذا هو يمكن يعني مو يعني ما اعرف انا شلون شغلهم هناك بالقطب الشمالي، بس يمكن هو هذا لبسهم او الزي الرسمي مالتهم. بس ما ادري ليش حسيت انه نفس لاكاسا دي بابيل. من الاشياء الحلوة مبدئيا بهالمسلسل الشخصيات هذول الموجودة بالمسلسل، انه كل واحد من بلد جاي بيه. والشيء الثاني واللي هو الاثاره بالمسلسل، جو الشتوي منقطعين عن العالم بعد فتره كلش طويله وراح تصير تحقيقات، وبس هذول الطاقم اللي ما يتكون يمكن من 10 اشخاص من الطاقم الصيف اللي جايين، بس هذول بيناتهم راح يستكشفون الاشياء اللي صارت ومن المجرم بالضبط اللي سوى هذين الاحداث. يعني هسه احنا عرفنا من الشخصيات اللي ماتوا، ولو مفاجئين بيهم بالحلقات الجايه كان شيء يكون افضل. يعني ما اريد احرق اللي ما شاف الحلقه الاولى، بس اكو شخصيات حرامات انه ماتوا بهاي الحلقه، ليش يعني حركتهم علينا؟ واظن انه واحد من الاشياء اللي يريد يشارون بها المسلسل هاي الممثله، لان هاي اول مره نشوفها وهي مخليها بالواجهه اصلا مو بعيدا عن البوستر بالمسلسل. يعني وقفت حركه حلوه لو مسويها بالمسلسل بدل ما يسوون يعني هذول الاشخاص ماتوا، لو مخلين انه هذول المجموعه اوكي يكونوا بهذا يعني وحدهم منعزلين، بس اكو اشخاص ثانيين يعني تصير اثاره بالمسلسل او رعب، هي بيها رعب اصلا. يعني لو هم هذول الفريق يبقون بس يواجهون اشخاص ما يعرفون منهم هذول، كان يمكن شيء يصير اثاره اكثر. يعني بما انه هي فكره غريبه، انه يمكن اول مره نشوف انه هاي الفكره عن اللي يشتغلون بالقطب الشمالي، فلو مستغلين هاي الفكره يمكن اشوفه برايي كان شيء حلو. المهم هذا اللي حبيت اقوله عن الحلقه الاولى عن هاي المسلسل. هذا الفيديو حكيت بيه عن الحلقه الاولى، ويمكن الفيديو الثاني اللي ينزل عن هذا المسلسل يمكن يكون عن الحلقه الاخيره، ما اعرف اذا راح احكي عن الحلقات الباقيه او لا، بس اللي راح اسوي عن الحلقه الاخيره وفيديو خاص للمسلسل بعد ما تنتهي. Where's everybody? No! I need you to tell me what happened, Maggie.